السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو اليوم شارك معكم غلاس عائلي اقتصادي ورخيص بمذاق جد رائع سهل وسريع التحضير. بسم الله على بركة الله. المكونات: أول حاجة غادي نحضر البغالان ديال اللوز. عندي ربع كأس من السكر ما يعادل 60 غرام. كنوضعو في إناء سواء كاسرونة أو مقلاة اللي غادي تستحمل الحرارة نار هادئة. ما نحركوش، كنحرك غير المقلاة فقط حتى كيدوب كيولي كراميل. كنضيف ليه كاس غير مملوء من اللوز اللي مسحته من الغبرة وحمرته في الفران. كنضيفو على الكراميل ودائما نار هادئة. كنحرك حتى كيتلبس اللوز بالكراميل كله كيتلبس. كنستمر في التحريك. في حالة رجع السكر بقاو تحركو حتى كيدوب الكراميل تماما. الا تبعتوا هذه الطريقه راه وصفه ناجحه ما كيرجعش السكر نهائيا. كناخذ الورق ديال سولفيغيزي وكنفرغ فيه اللوز اللي بالكراميل ونخليه حتى كيبرد وغادي نطحنو يكون مهرمش. غادي نحتاج العلبه ديال بودره الكلاص او بودره الشونتي. هذه عندي فيها 120 غرام مع نصف لتر من الحليب البارد جدا كندخلو المجمد. علبتين ديال فلون بنكهه الكراميل او ياغورت بنكهه الكراميل، علبتين استعملت. وغادي نخفق الكل جيدا حتى كنحصل على خليط اللي يكون كريمي خفيف ماشي ثقيل بزاف، يعني ما تخفقوش اكثر من القياس باش ملي كيجمد ما كيجيش فيه الثلج نهائيا. كنضيف ليه اللوز بعد ما هرمشتو وكنخلط بهذه الطريقه بواسطه سباتيلا او ملعقه خشبيه. كيتلبس كله باللوز. ممكن تعودوا اللوز بكاوكاو كما ممكن ما ديروش نهائيا، ديروا غير شوكولات مقطع او اي بيسكوي كتقطعوا طريفات وكتضيفوه. خديت مول قياس 20 سنتيم، فرغت فيه الخليط المحصل عليه ونغلفه مزيان بالفيلم اليمونتير وندخلو المجمد الكونجيلاتور في حدود 4 ساعات 5 ساعات 6، ممكن تخليوه ليله كامله. انا خليته 5 ديال الساعات. بعد ما كنخرجو كنقدموه بطريقه جد سهله. كما لاحظتوا كيتحيد بكل سهوله، يعني كيتلبس بالفيلم اليمونتير كيتحيد ما كيخسر فيه والو. التزيين كيبقى اختياري، ممكن ديرو شويه ديال البسكوي من الفوق. انا خديت هنا صوص كراميل جاهزه، ممكن ديرو اللي كيتحضر في البيت او اي حاجه بغيتو ديروها في الوجه ديالو، لكم كامل الاختيار. خليت انا شويه ديال اللوز اللي ملبس بالكراميل، غابيل انه فيه اللوز وهذا هو الشكل ديالو. كيجي ما شاء الله عالي، يعني قد ما كتاخذوا مول اللي كيكون صغير كيجي الارتفاع ديالو عالي، كيجي ما شاء الله لذيذ بزاف بنين. وكما قلت لكم التزيين حسب الرغبه ديالكم، انتم لكم كامل الاختيار وبصحه وراحه.